على الداعية إذا نهى عن شيء أن يبين آثاره وأسبابه، وذلك حتى تطمئن النفوس إلى قبول هذا الحكم. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. معنى هذا أن هذه البقعة لو كان فيها وثن فيما سلف أو كان فيها عيد فيما سلف فوفيت بنذرك فيه فإنه نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز أن يصنعه العبد. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إلى العلة من سؤاله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعياده؟ وذلك لأن الوفاء بهذا النذر مع وجود هذين المانعين أو أحدهما يكون نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به.